السلام عليكم الرياض، تحياتي لكم. معكم عفيف بوكتيش الرياض. فيديو جديد، بلوك جديد كالعادة. نتوجه نحو المصيد، وخلينا عايز حسن المبتدئ هنا. ايوا نتوجه الرياض المصيد كالعادة. فيديو جديد، تحية الرياض، تحية سي محمد، سي خالد، سي امين، تحية الثلاث، هذا الثلاثي المعروف، هذا ماشي رياض ولكن اصدقاء. تحية الناس الجالية المغربية، الناس كيسولو علينا بزاف، تحية الناس ديال بوردو، هادو وصلنا الاخبار بانه كيسولو علينا. ايوا هذا المكان رياض، ايوا رياض الموسم ديال الدرعي على ابواب الانتهاء ديالو. بالنسبه لاير سوفكاستينغ، بالنسبه للبلاص اكادير، ماشي هو الانتهاء ولكن القله ديالو، يعني كتوصل واحد الوقيته كيقلال الدرعي في البلاص ديال اكادير، يعني انه انتهز الفرص اللي كيكونوا باقيين بالنسبه للدرعي. ولي كوندونسيون ديال الدراري راه باينين الرياض، منها التحرك ديال البحر، ومنها الكرة اللي كيكون شوية طالع. هادو هما لي كوندونسيون باش كنصيدو على الدراري. والمونتاج الناس التقنية اللي كنديرو ديما. المهم الرياض اللي كيستعملنا في المونتاج اللي كندير، كومونتي لينا في التحت، هو يقول لنا شنو ندينا من كتاب هنا باش نعرفوا واش كاع المدن اللي كتكون فيها اللي كاينه في المغرب خاصه، واش كتصدق فيهم هذا كيصدق فيهم هذا المونتاج. هذا مكان الرياض. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على المونتاج في الاماكن السفريه، هذاك المونتاج يكون بوحدو، لان البلايص اللي كيكون فيهم المونتاج بوحدو هذا اللي كيكون فيهم عفوا الحجر، يكون بزاف د العوامل. غير هو من احسن من احسن، هو الانسان يستعمر الدون، يعني بلوم عادي ديال 150 غرام، 140، 130 غرام، هو ما يستعملش الكراتا. هذا مكان ان شاء الله اللي كنشي فرصه نصيدو على الدرعي في اماكن صخريه ان شاء الله نواتيكم بها. هذا مكان الرياض، يلا تحياتي. رجعنا لكم من جديد. المهم الرياض كما كتشوفوا البحر، هذا البحر هادي، هذا مكان. المهم ما كاينش البصر المعتاد كالعاده، كاين بعض الرياض هما كثير اللهم بارك فيهم، مصيد عامر. المهم راه غنى شويه على المعتاد، بعدنا كاع الاخوان. المهم اللي سبق المصيد بصحتو هذا المكان. المهم جبت سيبات هما كنصينهم ان شاء الله، ونريد نقطعهم باش نفس الطريقة في الصناعة كما درنا ان شاء الله، ان شاء الله تكون حصيلة. هذا المكان، ونريكم ان شاء الله الطريقة تطعيم مجددا على القناة. هذا مكان الرياض، يلا خليكم على المباشر، ونتمنى تكون شي تخوي ساعة على المباشر. يلا تحياتي.
الثلاثة الأولى تاع بلا غاية. صافي واحد كيلو نعاودو نوصيو الرياس. اللهم بارك على الرياض واحد الفيزا. اللهم يسير. اللهم بارك. سمع الله. اللهم يسير الرياض. الفيزا الرياض. بارك الرياض. هضره الرياض. الناس كيبغي الدرعي اسلت. اخر مع الموجه. مع الموجه. مع الموجه. اللهم بارك الرياض. اللهم بارك في قصيدة 5 كيلو. اللهم بارك. ما زيدش ذلك. الخراف مشاو كاياك ياك. هاي مريض كما كتشوفوا معنا فيسا هي 5 كيلو. دائما الله يسخر. الله يسخر. الله ما يسخر. الله يحفظك اخويا. الله يعطيك الخير. دائما نصير السيفيا. اللهم بارك السيفيا. الصبيع ديال السيفيا. الصناره وحده الزيرو وكاطرا رخيعه ديال الخمسين الرياض. هذا مكان فيو كاربون يعني ما كنخبيو عليكم الرياض والو. المونتاج دائما كنوريكم جرافان 140 غرام شغل الرياض جرافان تعوج. هذا مكان المهم شو عاد طعمو الرياض ونوصيوها عسى وعسى وشي حصيلة اخرى حيت البحر غادي هاد اليامات غادي تكون واحد المزة داخلة هي واحد 5 ايام ولا 6 ايام ديال الموفيطة. المهم هذا مكان حنا نصيدو قبل من هداكشي لي جينا. يلا تحياتي.
وبارك واحد البيسه الرياض وما يسير. يا بلا غليظ لا درعي غليظ الريس ماشي غليظ ولكن السيبيا ما كاين يلا ايه كما قلت لكم الرياض المنزله جايه واحد 5 ايام ولا 6 ايام جايه واحد المنزله ابلا غدا كيبغي يسوس ابلا غول ميكا الله بارك تقات الميكا كنتم الرياض مبلغ يلا زيد 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 تم الله مبارك يا سيدي الابلاغ لي الله مبارك صار في ضربة الرياض صار سلطة في ضربة المهم هذا ما كان الرياض هذا مشي مهم الرياض كتجي الغسيلة ديالنا تتعيونا هذا ما كان الرياض ما تنساوش الدعم الرياض ما تنساوش الدعم و شي تعليق وكما قلت لكم ما تنساوش تشوفوا ليا اي مدينة كتابعوا القناة وهذا ما كان الرياض وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وشكرا بزاف الناس اللي كيكومونتيو مزيان وهذا ما كان تحياتي لكم الى فيديو قادم وحصائل ان شاء الله جداد والقادم افضل هذا ما كان الرياض يلا تحياتي الله يعاونكم.